يا هلا والله، في عبادات في حياتنا ما مثلها أن الواحد يسويها لما يكون الحالة. ما يحتاج تستقبل قبلة، ولا يحتاج تكون على الطهارة أو تكون في المسجد أو على السجادة ولا شيء. وانت تمشي مثل كذا أو في سيارتك رايح لدوامك أو جاي، تسوي مثل هالعبادات اللي أساسا أنت يعني ما فرغت وقت من أجل مثل الصلاة، يعني ما لها وقت، عبادة وقتية، لا، مثل كذا طالع رايح جاي، تستغل هالوقت هذا في عبادات خفيفة لكنها عند الله عظيمة، مثل التسبيح، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم، مثل الاستغفار، مثل الذكر المطلق، مثل لا حول ولا قوة إلا بالله، مثل محاسبة النفس، أنك تحاسب نفسك وتراجع نفسك. تعرف أن محاسبة النفس من أسباب الثبات على الدين؟ نعم، واحد يحاسب نفسه، يتذكر خطأ الماضي، الذنب الفلاني الماضي، استغفر الله وأتوب إلى الله منه، استغفر الله، كل ما طلع على باله استغفر الله منه. هذا ما تعادون لكل أواب، أواب يعني دائما يرجع الرب عز وجل. نعم، فمثل هالأوقات هذه اللي أساسا ما خصصت يعني بعبادة وقتية، تقدر تخليها عبادة، لأن أساسا نحن خلقنا للعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تجي يوم القيامة إلا الأوقات هذه اللي أنت أساسا مو ربما يعني تكون رايح لدوامك جاي أو كذا، عندك الأوقات هذه اللي عندك مجمع أجور عظيمة جدا 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 بسبب هالأوقات هذه، استغليتها فيما ينفعك. الله يقوم حظي وحظك.